هي غير باش تكون الامور واضحه. هذا الشيء هذا مرتبط بالميزانيه. الميزانيه خص يكون فيها العدل. واحد الجهه ما عندهاش الفرص اللي كاينه عند الجهات الاخرى خصك تهلا فيها باش تنهض. والبرامج راه ديك الساعات ما كاينش مشكل. ولهذا على مستوى الاعتمادات حرصت الحكومه على رصد امكانيات هامه من خلال الرفع التدريجي للضرائب المرصوده للجهات كما يلي: تخصيص 2% من الضريبه على الشركات والضريبه على الدخل مقابل 1% في افق بلوغ 5%، وكذا 20% من الضريبه على عقود التامين مقابل 13% للجهات. تخصيص 2 مليار درهم كاعتمادات اضافيه من الميزانيه العامه للدوله، اي ما مجموعه 4 ملايير درهم، وذلك في افق بلوغ 10 ملايير درهم سنه 2021. غنبداو هذا العام ان شاء الله ب 4 ملايير ديال الدرهم، 2021 غتولي 10 ملايير ديال الدرهم اللي غترصد للجهات. إضافة إلى الموارد المرصدة للجماعة الترابية واللي تناهز 24 مليار درهم. دابا تيخص داك الناس اللي ترأسوا الجهات والناس اللي معاهم في المكاتب يحزموا ريوسهم باش يكونوا قادرين يصرفوا هذه الاعتمادات في أشياء نافعة لجهاتهم. وخص الدولة تقلص من التدخل ديالها في هذا الشيء والجهات والجماعات يكونوا أكثر نشاطا. كما سيتم إطلاق برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي والمناطق الجبلية 2016-2022، وذلك تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي ستخصص بسببها 50 مليار درهم، ستوجه لتمويل حوالي 20800 مشروع تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24000 دوار. السلام عليكم. الستار هذا التدخل ديالك أنا غنبصم عليه 10 الصبح كامل. ما عرفتش باقي شي برا باقي الوقت لا ماشي ما بلا ما نطولوا بزاف. لا 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 ما كاين حتى مشكل. انا غنقول لك واحد القضيه. الاولى القضيه ديال المراسيم وديال الحكومه. واش غنقول لك؟ فين هي الحكومه بعد؟ انتم سمعتي وزيدي فين الضريف؟ فين وزير الداخليه؟ كان خصو يكون هنا وزير الداخليه. وقيل عرف هذا التدخل ديالك وهو يخرج. لا بصدق زعما هذا البطء اللي كتكلم عليه كاين وهو ماشي سهل، عنده اشكاليات حقيقيه مرتبطه به، والكثره ديال المشاريع ديال القوانين والمراسيم والتدقيق، لان كتعرف بلي الاشكال القانوني هو اشكال كبير. كتعرف في القانون النقطة مشكلة والفاصلة مشكلة والحرف مشكلة الألف مشكلة والواو مشكلة وبالعربية وبالفرنسية هادشي، ولكن مع ذلك خصنا نزيدوا نبذلوا مجهود شوية أكثر. خصك تعرف بأنه الناس ديال الأمانة العامة للحكومة النهار اللي جيت قال لي السيد الأمين العام للحكومة الله يخليك السي عبد الإله بغيت 15 ديال الناس غيعاونوني، ما قدرتش كيفاش ندير. قلت له السيد الأمين العام خذ 30 ديال الناس خذهم. المسألة الثانية اللي تكلمتي عليها ومعاك فيها الحق 100% هي القضية ديال التفويض. حنا كان عندنا نظام آخر كتعرفوا كيخصك ما تشري بولة في مدرسة في سيدي بوخشمير اللي مازال ما عرفتهاش فين جات، لأنه أنت ولا لا أنت قالها لي غير واحد المستشار، أنت ولا لا يمكن هو نيت اللي غيكون قالها لي في مجلس الرباط، أنت ولا لا يعني كيخصك تجي الخبر للرباط ويصيفط الرباط وإلى آخره. هذه العقلية الفرنسية مع الأسف نقولوها. حنا المغاربة العقلية ديالنا أقرب للأنجلو ساكسونية بصراحة. كنبغيو العملية، المسائل العملية براغماتيك. خصنا أولا وقبل كل شيء الثقة ضروري الدولة ديرها، لأنه قوة الاحتياط راه كيوصل الإنسان للشلل وكيوصل المؤسسات للشلل. خاصك دير الثقه ديالك في الناس وتعطيهم الامكانيات وتقول لهم يشتغلوا وتراقبهم بعد ذلك. اسيدي ما بغينا ندي واحد للحبس. حنا ما بغينا ندي واحد للحبس، الله ينجينا ويجيك السي الطاهر. ولاني الناس خصهم يعرفوا باللي راه هي تابعهم الحساب في الدنيا وتابعهم الحساب عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله بلادنا دوله ديمقراطيه. ديمقراطية مغربية ماشي ديمقراطية سويسرية. طبعا وعندنا صحافة، واليوم راه أي حاجة أي خبر كيخرج راه كيملأ العالم. فحنايا خصنا نكونوا متفاهمين. هذا التوجه ديال الثقة في المنتخبين رؤساء المجالس
والمكاتب ديالهم، واللي بالمناسبة حتى هما راهما كينتظروا باش 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 تعالج الأوضاع ديالهم حتى هما، لأنه ما يمكنكش تجيب رئيس جهة وتقول له غنعطيك 7000 درهم في الشهر، ما يمكنش. شكرا شكرا.